the name of Father, Son, Holy Spirit, one God, Amen. Habib Girgis. You all know that Habib Girgis have departed one day before St. Mary, and that is the 21st of August. So tonight is the 20th of August, 2021, and we are celebrating the night of the Feast of Habib Girgis. So today is 70 years celebration of his departure. It's a special day, and this year we thought to do something different. Last year we had Amba Martirius with us, and he gave us a talk. Amba Martirius, by the way, is the Bishop of Shir Sika Hadid, where the relics of Habib Girgis lies. Habib Girgis, of course, is a landmark in the Coptic Church because he have established Sunday school, he have changed the way the clerical college is in Egypt, and there is a lot to say about him. We extended Amba Surial did a PhD about Habib Girgis, and we have the book is still available if you want to purchase. Now, Habib Girgis is characterized by that he is somebody who have, instead of criticizing, he have being positive. And as I said, instead of cursing the darkness, light a candle. And he was the candle. As Pope Shuna said, that we were in darkness, and Habib Girgis appeared and the light came into the Coptic Church. This year, as the 70th celebration of his departure, we've asked some of the priests in Sydney to give us what they, what impressed them about Habib Girgis. And each of them will give us a short talk, about 2 or 3 minutes, about Habib Girgis, what they like about him, what they think is very characteristic about him. And even some of the priests have lived that era where he started Sunday school. And they have lived with Pope Shenouda III, who was one of his disciples. They will tell about this. So enjoy this talk and let us learn from Habib Girgis. بسم الأب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. النهاردة 20 أغسطس سنة 2021. طبعا سنة مش هتتنسي عشان الوباء الكورونا. بس احنا النهاردة بنحتفل ب 70 سنة على نياحة القديس حبيب جرجس. السنة اللي فاتت كان معانا الأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة حديد اللي هو يعني الكنيسة اللي فيها رفات القديس حبيب جرجس. وتكلم لنا على الزوم برضو لأنه كانت الدنيا مقفلة برضو على الزوم على حبيب جرجس. هو برضو كاتب كتاب صغير عن حياة حبيب جرجس وبعض الأشياء اللي عملها. السنة دي قلنا في الذكرى 70 لنياحة حبيب جرجس نعمل حاجة شوية مختلفة. فسألنا بعض الآباء الكهنة في سيدني إن هم يقولوا لنا بعض الأشياء اللي هم تأثروا بيها من حبيب جرجس. وبرضو بعضهم عاش الفترة دي يعني يمكن في شبابهم أو لما كانوا يدوب صغار 16 سنة كانوا يدوب ابتدوا يخدموا في مقدس الأحد يعني كان زي الوقت اللي عايش فيه حبيب جرجس. وطبعا أكيد برضو بعضهم يعني سمع أو كان عايش مع البابا شنودة الثالث وأخذ منه بعض الحاجات اللي هو قالها على حبيب جرجس لأن البابا شنودة كان أحد تلاميذ حبيب جرجس ده يعني قال كده في نياحته. إحنا هنتعلم منه لما نسمع الكلام ده نتعلم منه كل واحد يحاول يتعلم منه حاجة ازاي نكون ايجابيين وبدل ان احنا نلعن على الظلام نولع شمعة والشمعة تولع شمعة وكل النهضة الروحية اللي احنا فيها دلوقتي في الكنيسة الإبقية سببها والأساس بتاعها حبيب جرجس. ربنا يبارككم وكل سنة وانتم طيبين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في هذه الأيام المباركة التي نحتفل بعيد نياحة القديس حبيب جرجس رئيس الشمامسة نتذكر هذا العمل العظيم الذي قام به هذا القديس. فاهتم كثيرا بنشر التعاليم المسيحية وحث أن هذا الأمر يهم جدا أن يكون الغرس الذي يغرس في نفس كل إنسان لكي تبدأ الإيمان إيمانا قويا. فاهتم بتنشئة الطفل الصغير في الكنيسة المقدسة فوضع مناهج لمدارس الأحد. أول من وضع مناهج لمدارس الأحد وأول من وضع كتاب للترانيم كان يسميه الترنيمات المسيحية. وطبعا بعد كده اهتم جدا أن يكون له عمل في الإكليريكية والتعليم المسيحي وكتب كتب أساسية
كتب كتاب أسرار الكنيسة السبعة، من الكتب المهمة اللي فيها بيتكلم عن كل سر من أسرار الكنيسة وإزاي تأسيس هذا السر عن طريق السيد المسيح له المجد، وإثباتات هذا كله من الكتاب المقدس وإزاي نقدر نستفيد من هذا السر. وأيضا وضع كتاب عن الصخرة الأرثوذكسية، لأن كان بيبتدي كثير التعليم المنحرفة والأمور دهيا، فاهتم القديس حبيب جرجس ان هو يضع هذا الكتاب اللي يكون تثبيت للإيمان ورد على كل التشكيكات اللي ممكن انها تكون موجودة في هذا الوقت. كل ده كان أساس مهم جدا لنشأة إيمانية، نشأة تعليمية، نشأة إنجيلية، نشأة روحية في هذا الجيل. اهتم ان هو يضع مناهج مدارس الأحد ومناهج المدارس في مناهج التعليم في المدارس، يعني وضع مناهج للتعليم في المدارس. وكان ارتقائنا او ان احنا يمكن علشان عشنا الجيل القريب جدا جدا من جيل القديس حبيب جرجس، فما كانش في عندنا كتب ترانيم ولا ترنيمات ارثوذكسيه خالص لغايه ما وضع لنا هذا الكتاب، وكنا بنرنم ميه قبل ما يبقى فيه ترنيم كتيره في الوقت الحالي الموجود فيه. واتذكر كلمات قداسة البابا شنودة الثالث، وهو يعتبر من تلاميذه، تلميذ من تلاميذ أستاذ حبيب جرجس، ما كان يكلمنا عن إزاي لما كان يسمع الكلمات منه كان يقول يسمع كلمات لابد أن يحفظها، لابد أن يكتبها، وإن لم يجد ورقة ليكتبها يكتبها على ملابسه علشان ما ينساش الكلمة اللي بيقولها حبيب جرجس. ففعلا قدرنا نشوف قد ايه تأثير هذا القديس العظيم. يمكن لو خدنا مثل واحد وهو قداسة البابا القديس الأنبا شنودة الثالث، ازاي ان هو استقى هذا التعليم وازاي ان هو تتلمذ ليه وازاي ان هو بقى في الإكليريكية، وكان طبعا قديس حبيب جرجس مدير الإكليريكية او ناظر المدرسة الإكليريكية، وهو اللي أسس المدرسة الإكليريكية في مقرها ومهمشة في ناحية الشرابية في مصر والحاجات دي كلها. فنقدر نقول إن فعلا كان باعث نهضة إيمانية روحية قوية جدا وضعت أساس، وجاء الكثيرون فيما بعد لكي يبنوا على هذا الأساس. بنقول بركة هذا القديس العظيم تكون معنا وتكون حافز لينا كلنا، إن كل إنسان فينا يشعر بالمسؤولية من جهة التعليم، أمانة التعليم الذي نتسلمه وأمانة التعليم الذي نسلمه. لأن في كثير قوي بيضيف ما بيجيب أي معلومات من أي طريق وبيضيف من عنده أيام شاء، لكن الإنسان الأمين يأخذ التعليم الأمين من الكنيسة كما فعل القديس حبيب جرجس ويسلم هذا التعليم للأجيال اللي بعدين. بركة صلوات هذا القديس تكون معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين. Thinking of Saint حبيب جرجس، قديس حبيب جرجس، يعني حاجات كده قوي تقال عليه. أنا فكرت بس أن أنا أقول كلمتين على إزاي أن إحنا نقلده، imitate his approach في الطريقة اللي هو يعني فاد فيها الكنيسة. يعني أول حاجة مثلا عنده أنه كان بيشوف الناس يحبوا إيه ويعملها في الاتجاه اللي هم عايزينه. يعني مثلا ما كانش فيه تراتيل أرثوذكسية، كان كل التراتيل اللي موجودة تراتيل بروتستانتية، يعني الإخوة البروتستانت كانوا بيقولوا تراتيل والكنيسة بتستخدمها. فالأول مرة يكتب تراتيل أرثوذكسية مثلا زي ليل العشر السري هو اللي كتبها، كنيسة القبطية هو اللي كتبها، فاستخدم محبة الشعب للتراتيل. حاجة تانية مثلا إنه يتعلم من الطوائف، يعني البابا شنودة مرة قال اوعى في يوم من الايام تبص للطوائف انهم competing against each other، لا، كل واحد عنده حاجه حلوه خدها. فهو طبعا حس ان مدارس الاحد اللي هي موجوده عند الاجانب وموجوده عند الكنائس البروتستانتيه مفيده جدا، فليه ما ياخدهاش؟ واحنا نفس الكلام، لو شفنا حاجه موجوده عند الجريج، عند الراشن، عند اي كنيسه من الكنائس حلوه، المفروض ان احنا ندخلها الكنيسه. الحاجه الثانيه برضو ان هو ما يتاثرش بالاراء المضاده، يعني ربنا يحرقه امير حنا كان دايما يسمي الناس الراي المضاد حزب الهزيمه،
سميه كده. في ناس يحبوا يقول لا ما فيش فايدة. لو كان حبيب جيرجس قال ما فيش فايدة ما كانش عمل اللي عمله. كان في ناس كتير جدا مش مقتنعين باللي بيعمله، انما استمر. الحاجة الأخيرة برضو الجهاد. يعني احنا النهاردة لما تيجي تحب تكتب حاجة عن الإيمان الأرثوذكسي هتلاقي آلاف الرصوص. وقتها ما كانش عنده، هو كتب كتاب اسمه الصخرة الأرثوذكسية، كتبه من لا شيء. يعني هو نفسه اللي قرأ الإنجيل وطلع منه الفكر انه يدافع عن فكر الأرثوذكسي. ما كانش فيه كتاب، كان فيه طبعا بعض العظات في القرون المختلفة، بس ما كانش مكتوب كده بطريقة قوية. ربنا ينفعنا بصلواته عندنا في السماء. بسم الله أبو الأبن رحمة الله العالمين. الكنيسة بتحتفل بسبعين سنة على نياحة حبيب جرجس، وزي ما احنا عارفين هو قديس في كنيستنا، وكنائس كتيرة اتسمت باسمه من أجل الدور البارز اللي هو حققه. طبعا كلنا عارفين ان ازاي هو أسس مدارس الأحد، وكان مشارك في تأسيس الكلية الإكليركية، وكمان بعد الكلية الإكليركية في المدارس الإبتية، وكانت نهضة في التعليم للكنيسة. عشان كده كلنا احنا مدينين بالفضل ليه في الموضوع ده. لكن الحقيقة من محاولته لأن هو يبني الكلية الإكليركية بنى كمان مبنى داخلي يعني للكلية، وعمل معهد للعرفاء اللي هم يعلموا الألحان، وطبعا عمل مكتبة للكلية الإكليركية، وكانت مكتبة مهمة قوي للكنيسة. لكن بنى كنيسة للست العذراء لطلاب الكلية الإكليركية، ومن هنا نشوف العلاقة ان هو كان ليه علاقة بينه وبين الست العذراء، وحتى ان هو تنيح يوم 21 أغسطس ليلة عيد العذراء. فأنا متخيل ان ليه علاقة حلوة قوي بالست العذراء، وهو تمتع بالأرثوذكسية النقية، وأكيد هو كان في محبة كبيرة بينه وبين الست العذراء، عشان كده سمى الكنيسة باسمها ولطلاب الكلية الإكليركية. من الحاجات اللي بتشدني قوي قوي في حياة حبيب جرجس إن هو كان إنسان إيجابي، يعني تملي يفكر في إن يكون إيجابي ويعلم أولاده الإيجابية. حكي إحدى المرات إنه أحد الشباب كان بيحضر الشباب اجتماع الشباب مع حبيب جرجس، وكانت مجموعة كده عندها غيرة كده، كانت سيرة جدا على رجال الكهنوت في حاجات كتير. لكن هو الحقيقة أخذ موقف جميل قوي قوي، قال بدل ما إن إحنا ناخد الموقف ده بثورة عارمة عليهم، ما تيجوا إن إحنا نهتم قوي بالناحية الإيجابية مش بالناحية السلبية، فنهتم بالأطفال ونهتم بالشباب ونهتم بالكنيسة. وعشان كده هو وجههم كل طاقتهم بدل من نقد لرجال الكهنوت إلى عمل إيجابي من أجل الكنيسة. وأعتقد ده هو اللي عمله، إن في وقت كانت فيه ضعف الحياة الروحية وضعف المعلومات وضعف الاهتمام بالأطفال وضعف الاهتمام بالشباب، هو كان إيجابي. أعتقد ده منهج حلو قوي قوي لينا كلنا كخدام وكرجال الكهنوت، إن إحنا تملي نهتم بالإيجابيات، لأن إحنا لو السلبيات حوالينا كتير وعادنا نهتم بيها عشان نصلحها مش هنعرف نصلحها. درس حلو قوي قوي من حبيب جرجس، نقول بركته وصلواته من أجلنا، والمنهج اللي هو سابه لنا إحنا نمشي عليه. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكنيسة بابا كيرلوس وحبيب جرجس طيب. And I think one of the things we look at when we look at Habib Girgis is we look at him as a model of a saint who is wearing a suit. Mm-hmm. And I think this the idea that, you know, many saints are wearing galabeyas, you know, but I think this is one of the beautiful image where we see a saint picture as a deacon and wearing a suit. And I think that's an encouragement through his life and through his legacy, that, you know, it's encouraging people to not, they don't have to be wearing black to be saintly or to live a life of courage. And this is one of the things that he was known for, his courage to start the Sunday school movement against all odds that were challenges in his time. There's a lot of challenges, yeah. But yet he had a vision, and the vision was, of course, more
يعني I would say you know because of his spiritual life and his life in the relationship with God, he was able to have that courage to be able to start the movement, the Sunday school movement, against all challenges. And I think that courage is very important in our own spiritual lives as well. And so we learn a lot from his life. We learn a lot from his legacy. We learn a lot that, you know, anyone can reach that level of spiritual, you know, saintly life. And so he's a great model for us, for all deacons and all servants that serve Sunday school or serve any kind of service, that we can reach a level of sainthood, and regardless to what level of priesthood or what level of yani clergy or you know a servant that you are. Yani. Mm-hmm. I think we celebrate him, and I believe that he was honored as a saint less than 50 years. Maybe 40 mm-hmm. years. So usually yeah. we have 50 years until we can class them as a saint. Mm-hmm. And I think it was on the same day as Pope Kyrillos as well. Mm-hmm. Yeah. So so this is an honor and a great blessing, Taban, that we celebrate the 40 years of his departure. May the Lord give us and bless us with his prayers. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة الإنسان بيشعر إنه صغير قوي إنه يتكلم عن واحد من الإنتسين زي الأرشدياكون حبيب جرجس، لكن إحنا أجيال قديمة يعني نعتبر من ولاده أو ولاد ولاده، وأعتقد إن كل الجيل بتاعنا والجيل اللي قبلينا والأجيال اللي قبلينا اتلمذوا على إيده من غير ما يعيشوا الجيل بتاعه أو من غير ما يشوفوه. اتلمذنا على مدارس الأحد، كبرنا أولاد في مدارس الأحد وكنا خدام في مدارس الأحد، وبعدين كملنا وشجعنا مدارس الأحد لما قدرنا نعمل كده. الحقيقة حبيب جرجس لما نتكلم عنه هذا القديس العظيم إنه أسس شيء من لا شيء. كان في أيامه الإرساليات البروتستانتية بتعمل نوع من الدروس، والدروس دي كانت بتشد ناس كتيرة جدا بالذات في الكرة وفي الكنائس الفقيرة علشان يعلموهم عن المسيحية، وطبعا كانوا بيعلموهم تعليم بروتستانتي ما هوش التعليم الأرثوذكسي. فمن هنا جه الغيرة المقدسة عنده أنه يبتدي هو يجمع الولاد ويبتدي يعلمهم، وقاسة كتير طبعا لأن جوه الكنيسة نفسها كان في معارضين كتير حتى من الإكليروس من الكهنة من الأساقفة، وابتدوا يعرضوه لأن حاجة جديدة، وكانوا خايفين على التعليم وخايفين على الكنيسة أن يكون هو واحد من الناس اللي ممكن يعلموا حاجة غلط، وابتدى خدام كتير يتلموا حواليه. طبعا ممكن نلاقي أباء أساقفة كبار وأسماء كبيرة، ومنهم قداسة بابا شنودة نيفتلان بغرغوريوس إلى آخره. كل دول ابتدوا يشتغلوا في موضوع مدارس الأحد ده مع هذا القديس العظيم، وشوية شوية ابتدت تنمو هذه الخدمة إلى أن أصبحت شجرة كبيرة ضخمة فرعها في كل مكان في كل الكنائس. ده إحنا بس مش يعني بقينا عندنا مدارس أحد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنا أعتقد أن الكنائس كتيرة من العالم كلها ابتدت تستعمل اسم مدارس الأحد ده في حاجات كتير. حتى الديانات الأخرى بقى عندهم برضو حاجة زي مدارس جمعة أو مدارس الأحد حاجات كده، ويعني للتعليم. كل ده فضل بيرجع لهذا القديس العظيم اللي ربنا ينفعنا بصلواته، وتستمر مدارس الأحد تسمر وأبناء الكنيسة يضيئون باستمرار بفضل هذا القديس العظيم الأرشدياكون حبيب جرجس. ربنا ينفعنا بصلواته ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. احنا بنشكر أبونا يوسف خادم كنيسة البابا كرولوس وحبيب جرجس إن هو دعانا في مناسبة ذكرى نياحة قديس حبيب جرجس اللي احنا نتكلم عنه. بركة كبيرة جدا، زي ما قال أبونا يعقوب هقول بالعربي، أبونا غسينوس هقول بالعربي، إن هو ظاهرة في الكنيسة القبطية، إن واحد علماني مش لابس جلابية يبتدي ياخد دور كبير قوي في الكنيسة ويبقى ليه مكانة كبيرة بهذا الشكل وله عمل كبير جدا بهذا الشكل، فهو ظاهرة. وبابا توادروس لقط هذه الظاهرة وقال انه عايز اكمل هذه الظاهرة، زي ما حبيب جرجس بقى
معروف جدا جدا جدا، محدش يقدر ينكر هذا الاسم ومحدش يقدر ينكر هذا العمل لحبيب جرجس. البابا تواضروس قال وانا كمان هكمل هذه الظاهره، فبشجاعه جدا قال ان حبيب جرجس يبقى قديس معترف به من المجمع المقدس، وتبنى كنائس على اسم حبيب جرجس لان هو قديس معترف به من الكنيسه القبطيه. هي ظاهره، والظاهره دي زي ما قال ابونا اغسطينوس برضو انها بتشجع كل الخدام على كل المستويات انهم ياخدوا دورهم بالكامل وبمنتهى القوه عشان يبنوا ملكوت الله على الارض في خدمتهم وفي اهتمامهم بالخدمه وبالكنيسه وبالعمل بتاعهم. مش لازم المسؤوليه دي تبقى مسؤوليه الناس اللي في الكهنوت او الناس اللي في الرهبنه، انما هي مسؤوليه كل حد. يمكن حاجه تانية احب اقولها على قديس حبيب جرجس، انه كان الرؤيه بتاعته واضحه انه بيبني مع ربنا للسماء، دي كانت رؤيته واضحه جدا. وبفتكر كلمه قالها قداسه بابا شنوده بحبها قوي، في مره من المرات قال لما تخش قضيه مع حد ما تهتمش انك تكسب القضيه، بل اهتم انك تكسب نفس هذا الانسان. هو نفس الروح بتاعت حبيب جرجس، عاش حياته كلها يمكن ما فكرش انه يتجوز وما فكرش انه يشغل باله باي حاجه غير انه يبني ملكوت الله. هو ده كان قلبه، عشان كده كان بيعمل حاجات كتير قوي، زي ما لمون يعقوب كتب كتاب الصخره الارثوذكسيه وجمع حاجات كتيره، كتب ترانيم، كل ما يحس ان الكنيسه محتاجه حاجه يبتدي يبذل مجهود عشان يقدمها لاولاد ربنا على الارض. هو كان مشغول قوي بالسماء، وكان مشغول قوي بالكنيسه، وكان مشغول قوي بخلاص النفوس. ففي الذكرى بتاعته يا ريت نتعلم منه الحكايه دي، اللي احنا نبقى مهتمين جدا بخلاص نفوس ولادنا، بخلاص نفوس جيراننا، بخلاص نفوس كل احد. ما نعملش حاجه تعطل هذا الخلاص، اعمل اي حاجه بحيث هذا الانسان اقدر اجيب نفسه الغاليه دي للمسيح، لان كل نفس هتترمي في النار هي غاليه جدا جدا، يا ريت حد يعرف يجيبها للمسيح. ذكرى غاليه جدا، وبركه صلاته في السماء تكون من اجلنا، نتعلم من جهاده ونتعلم من حياته. له كل المجد والكرامه الابد. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. As we celebrate the feast of the departure of Saint Archdeacon Habib Girgis, when I come to think about what can I say about Saint Habib Girgis, a particular verse comes to mind, which says, which our Lord Jesus Christ said to us, He said, "You are the light of the world. You are the light of the world. Let your light shine before men, that they may see good works and glorify your Father in heaven." And I think this verse applies specifically to the life and the works of Saint Archdeacon Habib Girgis. He wasn't a pope or a bishop or even a priest, but his life and work will be indebted to him throughout many generations. If we understand the state that the church was at during his lifetime, and it wasn't the flourish church that we have now, with many services, with many things that we take for granted nowadays. But imagine a church with no theological college, a church with no Sunday school, a church with no service preparation classes, a church with no sermons, a church with no education in general. That whole area of education was nearly non-existent at the time of Saint Archdeacon Habib Girgis. So when we think about this saint, we think of a pioneer, a leader, someone who had so much zeal and love for his church that he consecrated his life. He consecrated his life to improve the state of the church, and specifically he was so focused on educating the people in the church and instituting many educational resources and facilities to promote that. We see, for example, how he, when it comes to the theological college and the things that we have, we are very indebted back to Saint Habib Girgis for initiating that. We talk about Sunday school, the whole concept of Sunday school. You know, we just celebrated in 2018 the 100th anniversary of establishing Sunday school. That didn't exist.
back then at his time. So when we see, put all these things in perspective, we can see that he was a man of vision, he was a pioneer, and he wanted to improve things. And he, even though he was living in a time when there seems to be little hope, but he was full of hope. And this is the best lesson that we can learn from him, that no matter what the circumstances around us, no matter how things look dark, he was a light in the midst of darkness. And this is our mission as Christians, that we use the example of Saint Archdeacon Habib Girgis to be a light even in the midst of darkness, to be able to promote things and always have hope. You know, he had, he wrote something about his dreams and hopes for the next 10 years for the church. He was full of hope. He was full of zeal and love to see the church flourish and grow. And this is the best example for us to contribute our part. We may not be able to do the big things that he did, but as Christians, we ask for his intercessions and help to be able to have that zeal and love to always want to improve things around us. Always see the light at the end of the tunnel, and always that hope in God that tomorrow will always be better, and will always have hope to promote things for the advancement of the church and to make people come close to God and people to actually understand what Coptic Orthodoxy is all about. So when people can see our good works, they can glorify God in heaven. The blessings and the prayers of Saint Archdeacon Habib Girgis be with us all. And glory be to God forever. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. As we reflect on the life of Saint Habib Girgis, there's so much that we can learn from this great saint. One of my favorite quotes about him comes from the late His Holiness Pope Shenouda, who says, Habib Girgis was not merely a teacher, but a school, even a university. He was a symbol for positive work in the church, a symbol for love of education, a symbol for meekness, zeal, and many virtues. I love this quote about this saint because it really captures who he was. But he was a teacher. He was an academic. He was a symbol for positive work in the church. He saw that there was something lacking in the church, theological education, literate priests. Something was lacking. And rather than complain about it, and rather than say that they should do this and they should do that, he did it. A symbol for positive work in the church, a symbol for the love of education. One of the biggest mistakes that I think we make nowadays is that we think that people in spirituality, in church life, are either theological or spiritual, but not both. But the life of Habib Girgis, actually the life of all the theologians of the church, were very, very full of holiness. And the two go hand in hand. My theology and my spirituality, they absolutely go hand in hand. And he was a very good example of that. A symbol for meekness, zeal, and many virtues. Despite his great intellect and his great achievements, he stayed extremely humble, extremely respectful of the patriarchs and the bishops, the metropolitans, the priests that he served with, and a school of virtue. We pray that the Lord can inspire another generation of Coptic youth who love God, who are zealous, who see something that is missing in the church and are able to, in a humble way, but in a zealous way, continue to enrich the church. And glory be to God forever. We'd like to thank all the fathers who have participated with us tonight, and also the team who have filmed that and sent it to us, because it's locked. The place is locked, and we haven't seen them, but it was all sent through different media. And we hope that you enjoyed the talks. I did. And happy returns. We'll see you next year celebrating Habib Girgis, and we'll see how much we learned from him through this time. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أمين كل سنة طيبين. إحنا بنشكر جدا الآباء اللي شاركوا معانا
النهاردة بالكلمات الجميلة اللي قالوها على حبيب جرجس. وبرضو نشكر الإخوة، إحنا مش عارفين هم مين، بس اللي ساعدوا بأنه يسجلوا الكلمات دي ويبعتوها لنا من خلال الميديا، لأن طبعا الدنيا مقفولة وما قابلناش حد وما شفناش حد، بس عمل جميل جدا جدا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، وكل واحد فينا يتعلم يعمل حاجة ويكون إيجابي زي حبيب جرجس. وكل سنة طيبين، ربنا يبارككم ويرفع الوباء عن العالم كله. شكرا.